مرحبا، اهلا وسهلا معكم باربي بي، يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتوصل بكل ما هو جديد. اذا في هذا الفيديو سوف نتطرق الى لي ميكرو تيبول. اذا في الفيديو السابق شفنا في لوسيتوسكوليت، شفنا لي ميكرو فيلامون داكتين، سليناهم. اذا هضرنا على لي ميكرو فيلامون داكتين بما فيه الكفايه، في هذا الفيديو غادي نطرقوا لي ميكرو تيبول. الوغ عندنا ثلاثه ديال النقاط اساسيه ولا ثلاثه ديال الاهداف اساسيه في هذا الفيديو اللي غادي نطرقوا ليها. الوغ connaître la structure d'un microtubule, en particulier la notion de profilament, ou là, ce qu'on appelle les protofilaments. Les liaisons des tubulines avec le GTP et le GDP, ainsi que la polarité. Et on va voir les microtubules, on va voir en particulier la notion de protofilament. شنو هو البروتوفيلامون باش نفهموه مزيان. و غادي اون فوا فوار اوسي لا ليزون ديال لي تيبيلين افيك لو جي تي بي او افيك لو جي دي بي، انسي كو لا بولاريتي بطبيعه الحال ديال هاد لي ميكروتوبيل. كما شفنا عند لي ميكروفيلامون داكتين شفنا لا بولاريتي، شفنا واحد ليكستريميتي تكون بوزيتيف واحد ليكستريميتي تكون نيجاتيف. الوغ اوسي chez les microtubules, il existe une polarité et on va voir cette polarité et connaître les conditions de la dynamique des microtubules ainsi que les particularités des extrémités plus et les extrémités moins et connaître les exemples de drogues inhibent cette dynamique. Alors كما شفنا عند بطبيعه الحال لو كونترول ديال لي ميكرو فيلامون داكتين اللي شفنا في الفيديوهات السابقه، شفنا الكونترول بار بليزيور بروتيين وكاين بليزيور دروغ كي افكت هاد لي ميكرو فيلامون داكتين. الوغ نفس الشيء في هاد لا فيديو هادي غادي نطرقوا لي ميكرو تيبيل و سيغتان دروغ كي انيب لا ديناميك ديال هاد لي ميكرو تيبيل. الوغ اون كومونسو نوتخ كور. Alors, généralité sur les microtubules. Alors, premièrement, la structure des microtubules. Alors, les microtubules sont des polymères. Alors, on dit en gros polymères, mais maintenant, alors, ce sont des polymères présents dans le cytoplasme de toutes les cellules eucaryotes. Les microtubules sont des tubes creux. Et alors, ce sont des microtubules. Alors, microtubules, bimana, anabib, lihia, dakika. Des microtubules sont des tubes creux. Bimana, ibaran, des tubes, tabelhal, les fumes tejawif, formés par la polymérisation des protéines globulaires, les tubulines. Alors, بالنسبه للي ميكروتوبيل كيتشكلوا انطلاقا من لا بوليميريزاسيون تبلور ديالاش لا بوليميريزاسيون ديال لي بروتيين غلوبولير. الوغ فايت لينا شفنا عند لي ميكروفيلامون داكتين شفنا لي بروتيين اللي تيكونوا في لي ميكروفيلامون داكتين تيكونوا فيلامونتو، تيكونوا على شكل خياطات. هنا البروتينات ما تيكونوش على شكل خياطات وانما تيكونوا على شكل كروي. Les protéines globulaires, alors sous forme de globulaires, alors c'est ce qu'on appelle les tubulines. Alors deux types de tubulines, on a juste le noir de les tubulines, les caches clos, les microtubules. Alors les tubulines, ce sont des protéines globulaires. Alors deux types de ces tubulines, alors nous avons les tubulines alpha et les tubulines bêta qui s'associent en hétérodimères. Hétérodimère. Alors, dimère, bimena, juge, bimena, deux, dimère, ou hétéro, bimena, deux groupes, les homas différents. Les dimères s'alignent pour constituer un protofilament. Alors, les dimères, ils s'alignent, bimena, qui sont à la chèque khat, qui sont à la chèque صف السليني سو فورم دو ليني تيكونوا على شكل خط. اذا واحد حدا واحد بور كونستيتوي ان بروتو فيلامون. ان بروتو فيلامون هادي لا ستركتور راه مهمه جدا. الوغ 13 بروتو فيلامون سا سومبل بور دوني ان ميكرو تيبول. بمعنى 13 ديال لي بروتو فيلامون، 13 بروتو فيلامون سا سومبل بور دوني ان ميكرو تيبول دو 25 نانومتر دو ديامتر. الوغ ملي تنهضرو على لي ميكروتوبيل، شنا هو الميكروتوبيل؟ على الأقل خصو يتكون من 13 ديال البروتوفيلامون، 13 بروتوفيلامون. وشنا هو البروتوفيلامون؟ شاك بروتوفيلامون إل كونتيان دي بروتيين غلوبولير كي سو فورم ديمير، تسماو لي ديمير
كي ساليني بوغ كونستيتي ان بروتو فيلامون. الوغ هادشي غادي نشرحوه بلي شيما. الوغ كيما كتشوفوا معايا في هاد لي شيما، الوغ فوزافي لا ستركتور دان ميكروتوبول اي دو سي سوزينيتي. الوغ ها حنا عندنا الميكروتوبول هو هذا. مناش كيتكون الميكروتوبول؟ اذا الا شفتو الميكروتوبول الا قطعناه، الا درنا ليه مقطع عرضي، مقطع عرضي ديال الميكروتوبول، مناش كيتكون؟ كيتكون الا شفتو عباره عن انبوب داير بحال تجويفه. الوغ انبوب لي ميكروتوبول لا كوب ترانسفيرسال او نيفو دو ميكروتوبول ايل مونتر اون لوميير او سكون ابيل لانتيريور دو ميكروتوبول. داك ما كتشوفو الداخل ديال الميكروتوبول. الوغ بطبيعة الحال مناش كيتكون هاد الميكروتوبول؟ كيتكون من ايتيروديمير. ايتيروديمير بمعنى جوج ديال لي جروب مختلفين. الوغ جوج ديال لي بروتيين مختلفين، واحد كما كتشوفوا هنا في الشيما لوناه بالازرق الفاتح والاخر لوناه بالازرق الغامق. الوغ لي تيغوديمير دو تيبيلين سوزينيتي دو ميكروتوبول. الوغ هذا عباره عن تيبيلين اللي هما دي بروتيين جلوبولير. الوغ كما كتشوفوا هاد لي ديمير إل ساليني تيشكلو بحال خط كما كتشوفو. ها هما تيكونو جوج جوج جوج. الوغ هاد لي ميكرو ديمير غاديين وكيشكلو بحال لا ليني، كيشكلو بحال لا ليني، شتو بحال خط. إذا أنا غادي هاد لي ميكرو ديمير كيشكلو خط من الأسفل إلى الأعلى، أولا من ليكستخيميتي نيجاتيف فيغ ليكستخيميتي بوزيتيف. سو سون دي ديمير سكون أبيل لي ديمير دو تيبولين إل ساسومبل إي إل ساليني. إل ساليني بمعنى تيشكلو خط. إذا كما كتشوفو كيشكلو واحد الخط اللي هو طبيعة الحال اللي كيشكل لنا لي تيبولين. هاد الخطوط كما كتشوفو ديال اللي كنسميوهم هنا، هاد الخطوط كيتسماو البروتو فيلامون، كيتسماو بروتو فيلامون. الوغ ان بروتو فيلامون شنو هو البروتو فيلامون؟ سو سون سو فورم دو تيبولين ولا دي ايتيروديمير دو تيبولين كي ساليني. هاد لي تيغوديمير دو تيبولين كي سالين اللي كيديروا واحد لا ليني كيشكلوا سكون ابيل ان بروتو فيلامون. الوغ ها هو ان بروتو فيلامون. الوغ شنو هو ان بروتو فيلامون؟ كيتكون من دي ديمير ديال لي تيبولين، كيشكل بحال الخط اللي ساليني. الوغ هادو عمار بطبيعة الحال راه عبارة عن بروتينات. الوغ هاد البروتينات هاد لي ليني ديال لي بروتو فيلامون، هاد لي بروتو فيلامون كل واحد فيهم إذا كما كتشوفو بروتو فيلامون مع بروتو فيلامون، لي ليني ديال لي بروتو فيلامون. الوغ لي ليني دو بروتو فيلامون إل ساسومبل، إل سو راسومبل، إي إل فورم سكون أبيل، سكون أبيل بطبيعة الحال أن ميكرو تيبول. Alors, un microtubule. Alors, vous avez des commentaires à la coule station. Alors, la station A, c'est-à-dire le schéma A. Alors, le schéma A, c'est la représentation schématique d'un ou d'une sous-unité de tubuline. Hétérodimère alpha et bêta. Alors, hétérodimère, dimère, mais maintenant, qui est couen, mais juge de l'huile, juge de la protéine, dimère. Alors, مونومير كيتكون من بروتين واحد، ديمير تيتكون من جوج البروتينات، تريمير تيتكون من ثلاثة البروتينات وما إلى ذلك. ألوغ ديمير في هذه الحالة هي تيتكون من جوج ديال البروتينات اللي هي ألفا وبيتا. ألوغ دو لي تيغوديمير دو تيبولين، لا تيبولين ألفا لي أون بيرمانونس أن جي تي بي، طوندي كو لا تيبولين بيتا لي أن جي دي بي. او ان جي تي بي سولو ليتا دو ميكروتوبيل. الوغ هادي مهمة. الوغ ديما بالنسبة لي ميكروتوبيل الفا ولا لا تيبولين، لا تيبولين الفا هذا، هاد لي تيبولين هادو. الوغ لا تيبولين الفا كيرتبط باش كيرتبط بجي تي بي. جي تي بي واحد لا موليكول بحال ا تي بي، كاينة ا تي بي فيها لادينوزين، كاينة جي تي بي فيها الكوانين. الوغ الكوانين اللي هي جي تي بي. الوغ جي تي بي فيها لا باز، حيت كاينين لي باز اللي كتعرفو، كاينه ا وكاينه تي وكاينه سي وكاينه جي. الوغ كاين عندنا في الطبيعه كاينه ا تي بي اللي هذه لا موليكول اللي كتعرفوها كاملين، كاينه جي تي بي، كاينه سي تي بي، وكاينه بطبيعه الحال يو تي بي اللي تتكون في الار ان وما الى ذلك. اذا هذا تتكون جي تي بي. الوغ هنا لا تيبولين الفا لي اون بيرمانونس ان جي تي بي. الوغ بالنسبه للبروتين هاد لا تيبولين الفا كترتبط بالجي تي بي، وبالنسبه لا تيبولين اللي هي بيتا، لا تيبولين يقدر ترتبط بالجي تي بي، يقدر ترتبط بالجي دي بي. جي دي بي اللي هو دي فوسفات، والجي تي بي اللي هي تري فوسفات. Alors, pour le schéma B, il représente, c'est une représentation schématique d'un protofilament. Alors, c'est une représentation d'un protofilament.
Alors, je n'ai pas le protofilament, il se forme de hétérodimère du tubuline qui s'aligne et il forme ce qu'on appelle un protofilament. Alors, c'est le schéma C. Le microtubule forme un tube creux, rigide, formé de 13 protofilaments en parallèle. Il y a quelque chose que tu fais là. Alors, les microtubules. Alors, là, quand tu vois le microtubule, il y a quelque chose qui est une tâche 13 dièlèges. ديال لي بروتوفيلامون الوغ بروتوفيلامون حدا بروتوفيلامون كي كل واحد الا شفتو الا حسبتو هاد الدوائر هادو هاد الدوائر اللي كاين هنا الو عندنا بروتوفيلامون ها الاول ها الثاني 3 4 5 6 اذا الا حسبتوهم غادي تلقاو 13 ديال لي بروتوفيلامون الا حسبتو هادو غتلقاو 13 ديال لي بروتوفيلامون لان هادي اكستريميتي كنشوفو من الفوق اذا الا حسبنا هاد لو تيبيلين هادي اذا واخدين هاد لي ميكروتوبيل هاد الميكروتوبيل كيتكون من دي بروتوفيلامون اللي تيكونوا بطبيعه الحال تيشكلوا بحال لا لين تيشكلوا خطوط الوغ هاد لي بروتوفيلامون تيكونوا 13 تيكون 13 ديال لي بروتوفيلامون 13 ديال هاد لي بروتوفيلامون تيشكلوا سكون ابيل ان ميكروتوبيل الوغ لو ميكروتوبيل فورم ان تيب كرو ريجيد فورمي دو 13 بروتوفيلامون اون باراليل الوغ هادي بطبيعه الحال كوب ترانسفيرسال دان ميكروتوبيل الوغ الا شفنا لا كوب ترانسفيرسال ديال ميكروتوبيل الا حسبنا هاد الدوائر غادي تلقاو 13 دائره وكل دائره كتعني خط ديال لي بروتو فيلامون لاننا كنشوفو من الفوق اولا ان كوب اللي هي ترانسفيرسال نتمنى انكم فهمتوا لا ستركتور وما رجعوش ليها مازال لان هذا الشيء هذا مهم مزيان باش نفهموا لا ستركتور دو ميكروتوبيل او لا نوسيون دو بروتو فيلامون الوغ بالنسبه للديناميك دي ميكروتوبيل لا ديناميك دي ميكروتوبيل عندنا لا بوليميريزاسيون دي ميكروتوبيل اي نيسيسيت لا بريزونس دو ماغنيزيوم اي دو جي تي بي اذا بطبيعه الحال كما شفنا بطبيعه الحال عند لي ميكروفيلامون داكتين هادو حتى هما لي ميكروتوبيل كيحتاجوا جي تي بي وكيحتاجوا المغنيسيوم الوغ لاسوسياسيون اونتر لي مونومير دو تيبيلين بيتا اي لو جي تي بي بطبيعة الحال باش ان هاد لي تيبيلين هادو ارتبطوا مع بعضياتهم الوغ بالنسبة لي ديمير دو تيبيلين كيرتبطوا بجي تي بي الوغ جي تي بي ايشونجابل بطبيعة الحال الوغ جي تي بي هو باش كيرتبطوا هاد لي موليكول مع بعضياتهم الوغ بطبيعة الحال ملي كيتم الحلمقة ديال جي تي بي سكون ابيل ليدروليز دو جي تي بي غادي يوقع الانكسار ديال هاد لا ستركتور وملي غادي يتم بطبيعة الحال ملي غادي يتم العمليه ديال الارتباط بالجي تي بي الوغ جي تي بي يا اما كيساهم في الارتباط او لا في العكس يعني في الانكسار وهذا الشيء اللي كيخلي بطبيعه الحال سكون ابيل تتوقع لا ديبوليميريزاسيون ولا لا بوليميريزاسيون ديال لي ميكرو تيبول الوغ كما كنشوفوا في لي ميكرو تيبول يمكن لهم يتفككوا ويمكن لهم انهم يتقادوا الوغ يمكن لهم يتركبوا ويمكن لهم بطبيعه الحال يمكن لهم يتركبوا ويمكن لهم يتهرسوا الوغ هاد العمليه هادي كتسمى يا اما لا بوليميريزاسيون بمعنى التركيب او لا دي بوليميريزاسيون بمعنى التفكيك الوغ في هاد الحاله هادي كما كتشوفوا عندنا جوج ديال لي زيكستريميتي عندنا واحد ليكستريميتي اللي كيوقع فيها التفكيك واحد ليكستريميتي ما كيوقعش فيها التفكيك الوغ كما كتشوفوا كاين جوج ديال لي زيكستريميتي ولا التركيب كذلك يعني هاد ليكستريميتي كيدير فيها التركيب ومور اخرى ما كيديرش فيها التركيب الوغ هادشي هذا مهم الوغ سكون ابيل لا دي بوليميريزاسيون الوغ بالنسبه لا دي بوليميريزاسيون بمعنى التفكيك ال نيسيسيت ليدروليز بريالابل دو جي تي بي فيكسي على تيبيلين بيتا جي تي بي ان il va donner بطبيعه الحال جي دي بي بلس بي اي الوغ جي تي بي غادي يتفكك وغادي يعطي جي دي بي زائد بي اي الوغ كيما بحال ا تي بي كيعطي ا دي بي زائد بي اي نفس الشيء هنا جي تي بي كيعطي جي دي بي زائد بي اي الوغ هاد العملية ديال الحلمقة هي اللي كتساهم فاش في لا دي بوليميريزاسيون لا دي بوليميريزاسيون وبطبيعة الحال لا دي بوليميريزاسيون كتعطي بطبيعة الحال لأن في هاد الحالة هادي كيتهرس الوغ في هاد الحالة هادي الجي تي بي كيتهرس اما في الحاله ديال انه توقع لا بوليميريزاسيون الوغ في الحاله ديال كتستهلك جي تي بي الوغ بالنسبه لهاد لي شيما اللي كنشوفو عندنا جوج ديال لي شيما كاين شيما ا وكاين شيما بي الوغ بالنسبه للشيما ا هيدروليز دو جي تي بي دو لا بيتا تيبيلين
au sein d'un microtubule montrant la dépolymérisation. Donc, nous avons des dimères de tubuline alpha ou bêta. Alors, il y a immédiatement la polymérisation et la dépolymérisation. Alors, nous avons des l'hydrolyse de GTP modifie la conformation de ces unités et affaiblit la liaison entre les polymères. Et donc, nous avons des effets le schéma. GTP, l'hydrolyse, il affaiblit les liaisons dans les polymères. يعني ملي كتوقع الهيدروليز ديال جي دي بي كتنقص الصلابه او كتنقص الارتباط ما بين لي ديمير ديال بطبيعه الحال ديال الميكروتوبيل. اما وبالتالي كتوقع لا ديبوليميريزاسيون لان في هذه الحاله هذا لي ديمير دو توبيلين كيتشكلوا. اما في الحاله المعاكسه اللي هي لا بوليميريزاسيون بحيث ان هاد لي جي تي بي كيتركب بطبيعه الحال مع لي ديمير بطبيعه الحال دو توبيلين كيتركبوا استهلاك جي تي بي. الوغ يا اما تكون عندنا يا هاد بالنسبه لاكروسونس ديال الميكروتوبيل يعني العلو ديالو لاكروسونس دو ميكروتوبيل اليي ا لا بريزونس دو جي تي بي. يعني لا كروسونس ديالو مرتبطه بالوجود ديال جي تي بي و سا دي زيتيروديمير كي كونفير اون اكستريميتي ستابل او ميكروتوبيل سكون ابل لا كواف دو جي تي بي. الوغ ليدروليز دو جي تي بي اون جي تي بي بيرمي او بروتوفيلامون كونتنون دو جي تي بي دو سو رولاشي كوندويزون ا اون ريبتور بروغريسيف دو ميكروتوبيل. الوغ هادشي هذا راه باين وسهل. الا كان عندنا جي تي بي بطبيعة الحال إلا كان جي تي بي يعني كان الاستهلاك ديال جي تي بي في هذه الحالة هذا كيتم التركيب ديال بطبيعة الحال ديال الميكروتوبيل. أما في الحالة المعاكسة أي أنه كيتم الهدم ديال جي تي بي عندما يتم الهدم ديال جي تي بي تيتفككوا لي ديمير ديال الميكروتوبيل وبالتالي كنهضروا على سكون أبيل لا ديكروسونس. لا ديكروسونس بمعنى الهدم يعني لا ديكروسونس. اما لا كروسونس بمعنى النمو. لا كروسونس اللي هي النمو. لا ديكروسونس اي انه كتبدا لا ستركتور ديال الميكروتوبيل كتبدا ديكروسون بمعنى كتنقص. الوغ هذا هو بالنسبه لا ديناميك ديال الميكروتوبيل. الوغ لي ميكروتوبيل ماشي شي حاجه اللي هي ستابل وانما تيكونوا ديناميك سولون لا بريزونس دو جي تي بي. الوغ لا بريزونس دو جي تي بي انفلونس لا ديناميك دو ميكروتوبيل. Alors, les microtubules sont polarisés car ils possèdent deux extrémités différentes par leur vitesse de polymérisation. L'extrémité positive où la polymérisation est rapide, c'est l'extrémité distale orientée vers la périphérie de la cellule. Alors, bien sûr, l'extrémité positive, il y a l'extrémité distale, l'extrémité orientée vers la périphérie de la cellule. Amma bien sûr, l'extrémité négative, où la polymérisation est plus lente, يعني هنا بطبيعة الحال تكون la polymérisation plus lente, c'est l'extrémité اللي تكون proximal et est située dans la région centrale de la cellule appelée centrosome. Alors بالنسبة لي microtubule l'extrémité négative تكون في الوسط ديال الخلية وفيها فاش تتوقع لا بوليميريزاسيون تتكون قليله. اما بالنسبه ليكستريميتي اللي هي ديناميك بزاف وليكستريميتي بوزيتيف اللي تتكون لا بوليميريزاسيون تري رابيد هي الهامش ديال الخليه يعني في الجنبات يعني حدا الغشاء السيتوبلازمي. الوغ سيت ديناميك اي ا لوريجين دو سكون ابيل لو تريدميلين او سكون ابيل لو فيزاج بار فيس سون فان. الوغ لو فيلامون اجوت des sous-unités à son extrémité positive et perd simultanément des sous-unités à son extrémité. Alors, je n'ai pas de trademelin. Trademelin, c'est ce qu'on a fait ici. Trademelin, c'est le tfkik ou l'aïda de la terkib de la proton ou de la protofilament ou de la terkib de la microtubule. Alors, les microtubules, comme vous le voyez, لي بروتوفيلامون ديال الميكروتوبيل كيتشكلوا وكيعاود ثاني كيتفككوا. هاد العمليه هادي كتسمى تريد ميلين يعني انها فيها تفكيك وفيها بطبيعه الحال على حسب ليكستريميتي يا اما واش ليكستريميتي بوزيتيف ولا في ليكستريميتي اللي تتكون نيجاتيف. الوغ في ليكستريميتي بوزيتيف لو بروتوفيلامون
Il ajoute, yani, qu'il réside 16 unités à son extrémité plus et perd simultanément 16 unités à son extrémité moins. Et bien, l'extrémité plus qui zède la structure le microtubule. Ou bien, l'extrémité moins, l'extrémité moins, il perd 16 unités, qui est la wahadat de le microtubule. Alors, هذا تتسمى تريد ميلين، أي أنه ستركتور اللي هي ديناميك بطبيعة الحال، هادشي كله مرتبط بالدينامية ديال لي ميكروتوبيل. ألوغ كوم غومارك، إليا دي دروغ، دي سيبستونس إكزوجين بطبيعة الحال، اللي ما كيصنعهاش الجسم، اللي كتجي منه من الخارج، كيتسماو دي سيبستونس إكزوجين، سيتادير كيلكو شوز كي نابارتيان با أو كور. يعني تسمى مخدرات اللي هما دي دروغ il perturbe la polymérisation et la dépolymérisation des microtubules et bloque la division cellulaire. كما كتعرفوا الانقسام الخلوي اثناء الانقسام الخلوي على مستوى النواة في بعض الاحيان تتوقع ملي تيوقع الانقسام الخلوي شنو كيوقع الكروموزومات او الصبغيات تتهاجر يعني تتوقع الهجرة القطبية ديال الصبغيات الو هاد الهجرة القطبية ديال الصبغيات اللي كيساهم فيها هما لي ميكروتوبول الو باش نحبسو الانقسام ديال الخلايا وهذا الشيء هذا كنستعملوه بزاف الخلايا السرطانية سكون ابل لي سيلول كونسيروز الو هاد لي سيلول كونسيروز كنستعملو دي دروك بارفوا Alors, il y a des substances exogènes qui perturbent la polymérisation et la dépolymérisation des microtubules. Obtali, ma katoqash l'inqisam dial khalaya. Obtali, kan habso l'inqisam dial khalaya ou kan tahkmo l'inqisam dial khalaya. Khassatan l'khalaya saratania, bach anaha ma tnqasmch ou anaha ma tkatrch. Alors, par exemple, kan stablo واحد البرودوي اللي كيتسمى لا كولشيسين الوغ لا كولشيسين وكاين لا فين بلاستين الوغ بالنسبه للكولشيسين اي لا فين بلاستين ايل بلوك لا بوليميريزاسيون دي ميكروتوبول اون سيكوستران لي مونومير ليبر دو تيبولين كوم ايل نو بلوك با لا دي بوليميريزاسيون دي ميكروتوبول راكورسيسون اذا هاد الكولشيسين او الفين بلاستين بطبيعه الحال عندهم الدور ديال انهم ايل بلوك لا بوليميريزاسيون مي ايل نو بلوك با لا دي بوليميريزاسيون وبالنسبه لواحد البرودوي اخر واحد الدروغ اخر اللي كيتسمى تاكسول الوغ لو تاكسول ايل ستابيليز لي ميكروتوبيل كونستيتي هذا حتى هو دروغ اللي ايتيليزي بور ستابيليزي لي ميكروتوبيل كونستيتي الو هنا غادي نكونوا تقريبا سالينا هاد الدرس هذا في الحلقه الجايه غادي نشوفوا لا ستريكتور ستابل ديال لي ميكروتوبيل وبطبيعه الحال ما زلنا مع لي ميكروتوبيل ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم